السادة الحضور، ضيوف أسبوع الإمامة الدولي الثاني، حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في ضيافة العتبة العباسية المقدسة. في هذه الأمسية المباركة بحضوركم لا يسعنا أن نستعرض المشاريع التي أنشأتها العتبة العباسية المقدسة كافة منذ عام 2003 وإلى الآن. فهذه المشاريع الكبيرة بعطائها للمجتمع تحتاج إلى وقت طويل لعرضها بشكل مفصل، لكني أترككم مع هذا الفيلم القصير الذي يستعرض جزءاً من أهم الخدمات التي تقدمها العتبة العباسية المقدسة للزائرين بوجه الخصوص والمجتمع بوجه العموم. وقبل العرض أود أن أبين لحضراتكم فقرة مهمة، إن العتبة العباسية المقدسة متمثلة بإدارتها العليا قد وصلت لهذه الإنجازات بفترة قياسية، لأنها مؤمنة بالعقل العراقي وقدرته على الإنجاز، فمنحته الثقة وأعطته فسحة للعمل، مدركة بأنه عقل مفكر وناضج ويستطيع إنجاز أضخم المشاريع وبشتى الميادين. وهنا لن أخذ من وقتكم أكثر من هذا، مشاهدة طيبة. بعد عام 2003 شهدت العتبات المقدسة في العراق تحولاً كبيراً على مختلف الصعد، ومنها العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة. وما نتحدث عنه اليوم هو العتبة العباسية المقدسة، حيث يمكن لنا القول وباعتزاز إن التطور العمراني الحالي الذي يشهده مرقد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام يعد الأكبر على مر التاريخ، وذلك بجهود خدمته الذين لم يدخروا جهداً في سبيل الخدمة. في مقدمتهم سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه. نفذت الأمانة العامة للعتبة المقدسة العديد من المشاريع العمرانية، فكان بدايتها مشروع كشف التكهفات الأرضية للعتبة المقدسة وحقنها بالإسمنت وصيانة القبة الشريفة وتبديل المرمر والكاش الكربلائي وتذهيب المئذنتين والتوسعة الأفقية للعتبة المقدسة وتسقيف الصحن الشريف وفق رؤى عصرية تنقل عبق الماضي برؤى الحاضر، فضلاً عن تجهيزه بالتبريد المركزي حتى تتوفر الأجواء الملائمة للزائرين، ومشاريع أخرى كإعادة تذهيب الطارمة الأمامية للحرم المطهر وصيانتها وتقويتها، فضلاً عن توسعة أبواب العتبة المقدسة وبتصاميم عمرانية ذات طابع إسلامي. كما أن العتبة المقدسة أنشأت سردابين تحت الأرض في الصحن الشريف وخصصت للنساء من أجل إتاحة الفرصة لأداء الزيارة دون تزاحم يذكر. وتجري الآن الأعمال على توسعة العتبة المقدسة بشكل أكبر، وذلك من خلال إنشاء عدد من المساحات المحيطة بها، وأبرزها صحن أم البنين عليها السلام من الجهة الشمالية، فضلاً عن صحن شارع القبلة الكبير من الجهة الجنوبية. كما إن هناك مشاريع خدمية مهمة أنجزتها العتبة العباسية المقدسة في أطراف مدينة كربلاء المقدسة، كالمضيف الخارجي على طريق النجف الأشرف ومجمع الشيخ الكليني قدس سره على طريق محافظة بغداد، ومجمع العلقمي على طريق محافظة بابل، وجميعها تصب في خدمة الزائرين الكرام طيلة أيام السنة. بادرت العتبة المقدسة إلى تبني مشاريع عدة تهدف إلى تطوير ودعم القطاع الصناعي في العراق وإحياء شعار صنع في العراق من جديد، بعد أن سجل هذا الشعار تدهوراً واضحاً، لذا سابق خدام الكفيل الزمن وافتتحوا مصانع ومعامل في مختلف المجالات، سواء تلك التي تساهم بشكل مباشر في النهضة العمرانية التي تشهدها العتبة المقدسة، أم تلك التي تقوم بدعم قطاع الإنشاءات الهندسية في البلد.
إذ تم إنشاء مختبر خاص لفحص الجودة الإنشائية وفق المعايير العالمية المعتمدة. كما أنشأت معامل أخرى تساهم في دعم القطاع الزراعي كمعمل صناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية عالية الجودة والصديقة للبيئة والمستخلصة من مواد عضوية، ومعمل مواد التنظيف والمعقمات من خلال شركة الجود. ولأن سقف الطموح أفقه السماء، استطاعت العتبة المقدسة إحياء شعار طبع في العراق، وساهمت وبشكل مباشر بافتتاح خطوط للطباعة والدعاية والإعلان وفق معايير عالمية، وكان أبرز ما طبع فيها هو القرآن الكريم. وتركت العتبة المقدسة بصمة في جبين التاريخ لتحقق أول نقلة نوعية في البلاد، وذلك من خلال إنشائها مصنعاً خاصاً بالمذهبات الذي ينتج الشبابيك للأضرحة المشرفة بطرق فنية عالية الجودة قل نظيراتها في العالم، حيث أنتج هذا المصنع شباك ضريح المولى قمر بني هاشم عليه السلام، وشبابيك أخرى كشباك صافي صفا وشباك القاسم عليه السلام، وغيرها من الشبابيك الأخرى، فضلاً عن تصديره أول شباك خارج البلاد الذي صنع بأياد عراقية من قبل خدام المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، وهو شباك أميرة الشام السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إن محفلنا هذا الذي نجتمع فيه اليوم ونشاهد هذا الفيلم عن مشاريع العتبة المقدسة هو أحد المصاديق للحركة الفكرية والثقافية التي تحرص على إقامتها العتبة العباسية المقدسة بعد عام 2003، حيث سعت لأن يعود مرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام مصدر إشعاع فكري يصل إلى العالم بعد أن حاول الطغاة على مر العصور إطفاء وهج نوره. فكانت أولوياتها لكتاب الله العزيز، حيث وضعت العتبة المقدسة منهجاً متكاملاً للعديد من المشاريع القرآنية في البلاد تهدف جميعها إلى إثراء المجتمع وبمختلف أعماره بالثقافة القرآنية والتشجيع على الحفظ والتلاوة، وعلى يد نخبة طيبة من الأساتذة الأكفاء. كما تعقد العتبة المقدسة سنوياً العديد من المؤتمرات الفكرية والثقافية التي تعنى بالتراث الإسلامي وفكر أهل البيت عليهم السلام، فضلاً عن افتتاحها العديد من المراكز التي تعنى بالتراث في عدد من محافظات العراق. كما إن العتبة المقدسة أخذت على عاتقها إصدار وتأليف وتحقيق العشرات من العناوين لتكون مكتبتها أهم المكتبات في الشرق الأوسط، فهي تحتوي على الآلاف من عناوين الكتب والمؤلفات في مختلف التخصصات، وقد خصصت مراكز متطورة خاصة بترميم المخطوطات التاريخية وتصويرها وأرشفتها، بل انتقلت لتقدم الدعم على مستوى المكتبات لعدد كبير من المؤسسات. حرصت العتبة العباسية المقدسة على الدخول بقوة في دعم قطاع التعليم في البلد، كما إنها وضعت لمؤسساتها التعليمية هدفاً وهو عدم الفصل بين التربية والتعليم، وأن يمر المتعلم في جميع المراحل الدراسية ضمن حلقات يكمل بعضها بعضاً. لذا بادرت العتبة المقدسة بإنشاء منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال وصولاً إلى الجامعة، وأعدت لها بناً تحتية ذات مواصفات مطابقة للمعايير المعتمدة في مجال التعليم. كما جندت لخدمة المسيرة التعليمية نخبة خيرة من الأساتذة الأكفاء والملاكات التدريسية للعمل في هذه المؤسسات. كما أولت الأطفال القابلين للتعلم اهتماماً خاصاً من خلال إنشاء معهد يعمل على تعزيز القدرات والمهارات الاجتماعية والتعليمية والمهنية لهذه الشريحة، بما يساعد على دمجهم في المجتمع وأخذ دورهم فيه. مواكبة للتطور،
أنشأت العتبة المقدسة أول حوزة إلكترونية في تاريخ أم الحوزات المعاصرة في العالم، حوزة النجف الأشرف، وذلك بسبب وجود طلبات من خارج العراق من النساء والرجال للدراسة في النجف الأشرف. دعمت العتبة العباسية المقدسة القطاع الصحي في العراق بشكل عام وفي محافظة كربلاء المقدسة بشكل خاص، وجاء ذلك بسبب النقص الحاصل في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، ولمساعدة المجتمع في سد جزء من النقص المذكور في المجال الطبي، حيث أنشأت العتبة المقدسة مستشفيات ومراكز صحية في مختلف محافظات العراق، وهي مجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة. وحين ضربت جائحة كورونا البلاد، أنشأت العتبة المقدسة وبفترة وجيزة مجموعة من المستشفيات الميدانية، فضلاً عن معامل لإنتاج الأكسجين، كما أنشأت عدداً من مراكز طب الأسنان ومعملاً خاصاً بالمحاليل الوالدية. لم يكن ميدان القطاع الزراعي غائباً عن العتبة العباسية المقدسة، بل دخلته وبقوة من خلال إنشائها العديد من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، واستطاعت بفترة وجيزة تحويل جزء من صحراء كربلاء المقدسة إلى واحات خضراء منتجة لمختلف المحاصيل كالحنطة والبطاطا، إضافة إلى زراعة أنواع النخيل كافة وبمساحات واسعة. ولهذه المشاريع الكبيرة فوائد متعددة تجمع بين الزراعي والصناعي والترفيهي، كما إنها تساهم في مكافحة التصحر مستفيدة من ثرواتها المائية الجوفية. للعراقي هوية خاصة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال الثقة بالعقل العراقي وإعطائه فسحة للعمل، وهذا ما نجحت به العتبة العباسية المقدسة في الوصول إليه وتحقيقه. شكراً لكم ضيوفنا الكرام على حسن الإصغاء والاستماع والمشاهدة، ونتمنى لكم طيب الأوقات في رحاب المولى أبي الفضل العباس عليه السلام.